بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن الآن في الروضة النبوية الشريفة، وخلفي الآن تشاهد اللي هو الشبك المحيط بالحجرة النبوية الشريفة. الشبك اللي أمامنا هذا كان قبله موجود شبك من الخشب. أول من وضع شبك حوالين الحجرة النبوية الشريفة هو في ذاك الوقت السلطان الظاهر بيبرس، حينما أتى زائرا للمدينة في عام 667 هجرية، شاهد مخالفات شرعية حوالين الشبك، فحوالين الحجرة، فالحجرة كانت الناس تأتي وتسلم من جوار الجدار المحيط بالحجرة النبوية الشريفة الذي وضعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في عام 90 هجرية. فأول من وضع الشبك كما قلنا الظاهر بيبرس في 667 هجرية، صنع شبك من الخشب وهو ارتفاعه 3 متر. من طبعا هذا الشبك له 3 أبواب، وبقي الشبك الخشبي من 667 إلى حدوث الحريق الثاني للمسجد النبوي. حصل الحريق الثاني في تقريبا 886 هجرية في 13 رمضان، أتى الحريق على الشبك الخشب اللي وضعه الظاهر بيبرس، فصنع هذا الشبك الموجود الآن حاليا في مصر في 887 هجرية، ثم أرسل إلى المدينة عن طريق ينبع ووضع في 888 هجرية. مكتوب التاريخ من الأمام ومن الخلف: أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايت باي 888-1483 ميلادي. طبعا موجود هذا الشبك، نلاحظ هنا نافذة، النافذة هذه التي بالشبك أمامنا هذه محاذاة للرأس النبوي الشريف. فالبعض معلومات عند الناس أنه كل من دخل داخل هذا الشبك أنه دخل الحجرة، وهذا غير صحيح، هو دخولهم حوالين الحجرة، فدخولهم من الداخل. فنشاهد حقيقة من الداخل أن هناك ستارة خضراء، هذه الستارة جددت في عهد الملك فهد رحمه الله عام 1406 هجرية، ولكن الأول من كسى هذا الجدار هي الخيزران والدة هارون الرشيد، وقيل أيضا أحد وزراء المماليك ويسمى أبو الهيجاء. طبعا بنلاحظ هذا الستارة مغطاة بجدار بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في تقريبا 90 هجرية. هذا الجدار خماسي الشكل، مغلق، ليس له باب، ارتفاعه تقريبا 6.5 متر، وهو من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل، مشابه لحجارة الكعبة الشريفة. فهذا بالنسبة للجدار، داخله موجودة حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حجرة مغلقة ليس لها باب، مساحتها 3.5 متر × 5 متر، أيضا جددها عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبناها من الحجارة البازلتية المنقوشة وأغلقها من جميع الجهات. فهذا الجدار مغلق والحجرة مغلقة، ولا يمكن الدخول إلى داخل الحجرة ومشاهدة القبر النبوي الشريف. دخول أي شخص داخل الشبك هذا هو دخوله حوالين الحجرة. فهذه بالنسبة للحجرة النبوية الشريفة. في أعلى الحجرة موجودة قبة، وهذه القبة ارتفاعها 9 متر، وهذه وضعت تقريبا في 881 هجرية بعد ما فتح الجدارين في العهد المملوكي في عهد السلطان النصر أشرف قايت باي. فحنوضح هذه بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.